أزيدنكم ما في نقاش ولا لا يا أبو عمر تعرف تقول شيء يا أبو حاتم؟ والله أنا عندي قصة يعني حادثة علي. أسلم. أنا سجلت 1426 فالخرج، فتعرفت على واحد يعني من الزملاء العسكر عريف بدون ذكر اسم قبيلته. نعم. الوكاد يعني صار بينه وبينه معرفة، ونروح ونجي وهذا، والرجال شقردي سبحان الله عظيم. يوم خسنا أهل فلبر وهذا وعايشين فلبر، يوم خسنا وقال ما يدبوه ودي انك تخطب لي مرة بعد. قام أبوه خطب له، يوم خطب له جو ربعه قالوا وينك غادي؟ قال وش فيه؟ قال اصلا انت بنت بسعودي انت يا ولد. والله بنت بسعودي انت. هو يروح لامه وابوه وش السالفه؟ قال والله يعني يوم اجبرهم على، قال والله انا زوجي اختك وذي اختك ترى ما لا احنا لا. وش السالفه؟ ان واحد ان شو اسمه ابو البنت هذه خذاله يمنيه وجابت عليها البنت ذي، وكبرت البنت حوالي 10 سنين وذا طلقها، طلق الحرمه وراحت لليمن وخذت لها واحد من ربعها. ويوم جاء عمر البنت تقريبا 14 وتزوجت امها من ربعهم، وجاء عليها الوليد ذا وهم رايحين. تزوجت رجل من اهل اليمن. من اهل اليمن. أيه. وراح ويوم وهم رايحين في طريقهم اللي صار عليهم حادث ويتوفون الاثنين الاب والام. قالوا ما لنا نودي الوليد هذا اللي اختفى السعوديه لان قد تزوجت وهذا، فجابوا شو اسمه سبحان الله جابوا الوليد هذا عند اخته، عند اخته وعاش معها. فحينما يعني درت وزارة الدفاع أن يعني معلوماته غير صحيحة قال والله يستر عليك يعني نظاميا جميل مخالف النظام وضعه، مخالف النظام اي والله. فسبحان الله عظيم يعني على قولة أبو عمر يوم يقول احتواها أخوها ورباها، سبحان الله عظيم يعني. فأنا والله هذه الأخت هي اللي ربت أخوها، هي اللي ربت أخوها. فأنا والله فقدت يعني وسويت في قصيدة يعني اسمه ناصر بن سهل، ولكن للأسف أنها راحت من عندي. هو عموما شوف ترى قضية التربية في الغالب، في الغالب أنا ما أدري توافقوني ولا لا، في الغالب أن الأب والأم يكونون المربين الحقيقيين للأولاد أو البنات الأولين. ثم إذا كبروا هذولي بدأوا يشاركون في تربية، في التربية. ثم شوفوا قضية المشاركة في التربية لا يمكن أن تقلل من شأن الأم والأب مهما كان. يعني مثلا بعض الإخوان ممكن يقول والله أنا ترى يا أخوي أنتوا فلان فلان ترى أنا اللي مربيكم. لا مو بصحيح، أنت شاركت في تربيتهم صحيح، لكن المربي الحقيقي من هو؟ الوالد. اللي رباك صحيح. اللي رباك هو المربي الحقيقي. هذا واحد. اثنين، لما أودع يعني أعطيت نوع من المشاركة في التربية أو أعطيتي الأخت أحيانا أو الأخ، لما أعطيتي نوع من المشاركة في التربية هل كان الأب والأم يلعبون كرة قدم؟ لا إشراف كان يشرح، وكانوا ايضا يكدون ويتعبون، اما الام في البيت بطبخ ونفخ وتوجيه وترتيب ولا الاب بعمل وغيره. لا. فهنا يشاركون معه. يعني الوالد الله يغفر له صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اخواني الصغار يمكن احنا شاركنا في تربيتهم، شاركنا مشاركه لكن مو احنا اللي مربين. ولذلك لابد ان يعني ان يحترم مقام الاب ومقام الام مهما كانت الظروف. لابد أن يعطي قيمتهم بشكل كامل وأنهم الأصل، حتى لو تأثرت بأخ أو بأخت هذا الأخ والأخت اللي مربيه الأم والأب، فالأثر من الأساس
أسأل الله أن يرزقنا بر والدينا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يسعدكم. أبو حسيني وش رأيك نروح للطبيب مرة ثانية؟